معنا من بيروت مدير المركز العربي للحوار علي سبيتي. سيد علي، مرحبا وأهلا بك معنا. إذن البدء باستهداف المسؤولين السياسيين في حزب الله، وربما في مرحلة لاحقة الإعلاميين وكل من لديه صلة في حزب الله، ما هي قراءتك لهذه المرحلة؟ لا شك أنه أمام اعتداء إسرائيلي يتطور شيئا فشيئا باتجاه كل من له علاقة أو صلة، سواء كان في الشجرة القيادية لحزب الله على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني أو على المستوى العسكري حتى على المستوى الإداري. لأن نتنياهو أعلن بشكل واضح أنه يريد وضع حد لنفوذ حزب الله في لبنان، وهذا الوضع الحد لنفوذ حزب الله هو التمكن من الحزب بضرب واستهداف بنيته الأساسية كما فعل من خلال هذا القصف المجنون والمدمر للضاحية الجنوبية وللجنوب وللبقاع، والآن يستهدف بيروت، وخاصة الآن بيروت مكتظة بالسكان الآمنين. لذلك هذه الاستهدافات بجملتها تسهم بشكل واضح بتصفية حزب الله كما هو مراد الإسرائيلي من خلال ذلك، تصفية فعلية لوجود حزب الله سواء من خلال قوته في لبنان أو من خلال نفوذه الذي يمتد خارج لبنان، باعتبار أن نتنياهو أعلن بشكل واضح أنه يريد تغيير موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط، وأن حزب الله هو جزء من هذه الموازين ومن هذه القوة التي تعتمدها إيران بشكل كبير جدا، وخاصة أن إيران تتقدم في منطقة الشرق الأوسط بأوراق قوة نتيجة هذه التحالفات مع قوى المقاومة ومع محور المقاومة. لذلك نحن أمام هذه الاستهدافات الكبيرة والضخمة للعدو الإسرائيلي من هذا القبيل، من باب أنه يريد لحزب الله تفريغه من محتواه الأساسي من خلال أولا القيادة، وثانيا من خلال القوى الشعبية الحاضنة لهذه المقاومة، ومن ثم من خلال البدء باجتياحات محدودة يقول عنها برا، ومن ثم لا نعلم إلى أين سوف تتجه هذه الدبابة إذا ما تمكنت من الوصول إلى ما يسميها المنطقة العازلة أو إلى حدود الليطاني، وبالتالي طموحات نعم. لكن هذا العدو يعني مؤشر خطير جدا، استهداف عمق العاصمة بيروت، مناطق مكتظة جدا وحيوية في العاصمة بيروت، عشية انعقاد جلسة لمجلس الأمن مخصصة للبنان، وكأنها رسالة تحدي إلى العالم بأن إسرائيل ماضية في ارتكاب مجازرها مستندة على عقيدة أيزنكوت في استباحة كل المحرمات واستعمال القوى المفرطة. يا صديقتي، هو يستبيح الآن المجتمع الدولي ليس فقط بالسياسة، ويستبيح بالأمن. يعني الآن يوجه رصاصه وتهديداته إلى قوات الطوارئ الدولية العاملة بجنوب لبنان. هذا الآن السعار الذي يحكم الإسرائيليين الآن هذا تاريخي. يعني لم نشهد منذ نشأة هذا الكيان هذا النوع من السعار وهذا التحدي الكبير للإرادة الدولية والمجتمع الدولي وللتشكيلات الدولية، وهو الآن يطيح بقوات الطوارئ الدولية المعتمدة في لبنان، والتي تشكل طبعا هي تشكل بالنسبة لنا موضع أمن واستقرار، وبالتالي هو يضرب عمليا 17/1 الذي كان يريده بالأمس، وهو اليوم يحرق مكوناته، حرقه في السابق من خلال اختراقه، والآن يخرقه من خلال استباحة لبنان واجتياح وتهديده باجتياح لبنان، ومن خلال ضرب قوات الطوارئ المعادل الأساسي في المعادل الأساسي في بنية القرار الدولي. ونرى المجتمع الدولي واقفا ساكتا ساكنا لا يتحرك، باعتبار أنه يبدو أنه شريك في العملية الإسرائيلية، لأن هذا السكون الدولي وهذا السكوت الدولي يقول لنا بشكل واضح أن هناك تواطؤ، وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم هذه الترسانة العسكرية الإسرائيلية وهذه التهديدات الإسرائيلية وهذا الاجتياح
المتعدد الوجوه في لبنان للبنان من قبل الإسرائيليين. إذن هناك توفير للدعم، هناك غطاء لهذا كيف الدعم. تفسر عندما يقول